تحت إشراف وزارة التربية والتعليم يبدأ برنامج دمج التكنولوجيا بالتعليم واستخدام الحاسوب والإنترنت في الحصص الدراسية. المشروع الذي تموله مؤسسة العون وتنفذه مؤسسة طيبة يستمر 10 أيام، حيث يكرس عملية إنعاش وتأهيل معلمي المرحلة الثانوية بالوادي. تهدف البرنامج بشكل أساسي إلى دمج التكنولوجيا بالتعليم وتشجيع الابتكارات والإبداع والتواصل، لأن العالم أصبح قرية عالمية أو قرية صغيرة جدا بهذه الشبكة العالمية النت. تبدو قدرات الكادر التعليمي في وادي حضرموت ناقصة وخارج دائرة العصر الرقمية، وهو ما يتطلب مواكبة تطورات التكنولوجيا واستخدامها في التعليم اليوم. ودورة مهمة جدا استخدام أساليب حديثة في التعليم، وإن شاء الله تكون حافز الطلاب لاهتمامهم بالتعليم خارجا عن المألوف خلال دراستهم في التعليم الأساسي. في التعليم الثانوي إن شاء الله تستخدم معهم طرق حديثة لما فيه خير إن شاء الله لهم ولبلدهم حضرموت. إدارة البرنامج نفذت خلال الفترة الماضية دورات تدريبية مكثفة لمدربي البرنامج لتدريب المعلمين الذين تلقوا من خلالها المفاهيم والمعارف والمهارات الأولية والتي يركز عليها البرنامج، حيث شهدت تفاعلا كبيرا من المتدربين. طبعا البرنامج يتدرب عندنا 10، عندنا حوالي 6 مدارس، 12 معلم من كل مدرسة، هم المدربين الرئيسيين الذين سيتم تدريب المعلمين في المدارس. نتمنى إن شاء الله من هذا البرنامج أن يعمل نقلة نوعية في مجال التعليم في تلك المدارس، ويتم إن شاء الله التوسع لاحقا. تكمن أهمية برنامج التنمية المهنية ل163 معلما إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطورات السريعة في الجانب التعليمي، وتطبيق ذلك مع طلابهم من خلال إجراء بعض الدروس التطبيقية. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.